تتمتع مصر كمقصد سياحي بتنوع مجالات السياحة، والتي من أهمها السياحة الثقافية والأثرية باعتبارها من أقدم أنواع السياحة في مصر. على الرغم من تعدد أنواع السياحة وامتلاك مصر المقومات العديد منها، تظل السياحة الثقافية هي المقوم السياحي غير المتكرر أو المتشابه أو القابل للمنافسة. أهم الأماكن السياحية في مصر طبعا إسكندرية وشرم والغردقة وأسوان، دهب، شرم، العين السخنة، أسوان، وفي برضو الأهرامات، الجيزة، الإسكندرية والأقصر وأسوان. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. فقرتنا دي هنتكلم فيها على العاملون في صمت، الناس اللي شغاله بجهد واصرار واستعدت طلع عينها بقالها سنين عشان خاطر توصل للنتيجه اللي بفضل الله قدروا ان هم يوصلوها. عندنا شباب زي الورد، شباب زي الفل بس ياخدوا فرصتهم. شبابنا لشباب كره اليد عامل نتائج بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يتمنها له الخير يا رب، ويا رب نطمح باذن الله لاعلى مستويات في الفتره اللي جايه. النهارده عندنا ماتش قوي جدا في السيمي فاينل مع فرنسا، كنا لعبناهم قبل كده، لكن باذن الله اكيد هيبقى في خطط تانية واسلوب تاني نقدر نلعبهم بيه ونقدر باذن الله نتخطى هذه المباراه ونوصل للفاينل باذن الله. هنتكلم كتير عن شبابنا، شباب كره اليد اللي مشرفنا في بطوله العالم في اسبانيا، بس خلونا الاول نرحب بضيفتنا الكريمه استاذه فاطمه التابعي النقيبه الرياضيه بروز اليوس. نقول لها صباح الخير يا فندم. صباح النور، سعيده جدا يكون معاكم. منوركم. احنا حضرتك منورانا واحنا سعداء ان احنا بنتكلم على منتخب اليد للشباب ووصوله للمربع الذهبي، وان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يوفقه النهارده. عايزين نطمن مع حضرتك على احوال المنتخب ونتعرف اكتر على الانجازات اللي حققناها خلال البطوله لغايه لما وصلنا للمربع الذهبي. الحمد لله، يعني يمكن المنتخب كان بيعمل في صمت، كل الناس كانت مشغوله بكاس الامم الافريقيه في الوقت اللي كان فيه المنتخب بيستعد في معسكر هنا وبعدين في صربيا وبعدين في فرنسا. لعبنا مباريات وديه كتير، كان الاعداد قوي، يعني يمكن لعبنا هنا البحرين مرتين في القاهره، بعدين سافرنا صربيا لعبنا صربيا والدنمارك والنرويج، وبعدين سافرنا فرنسا لعبنا فرنسا ولعبنا اليابان، وبعدين في النهايه رحنا معسكر مغلق في البرتغال، مغلق بمعنى مغلق، ايوه، متكتم على كل اخبار الفريق تماما، مفيش تصوير مع فنانين ولا لعيبه ولا اي حاجه. بعد كده رحنا انتقلنا الى اسبانيا مقر البطوله، بدانا المباراه كانت مصر في المجموعه الثانيه اللي بتضم معاها استراليا ونيجيريا وكوريا والسويد وفرنسا. كل الاتجاهات كانت بتقول ان السويد وفرنسا اول، فرنسا والسويد اول وتاني، يعني منتخبنا ما تضخش كل ده، اصرار، عزيمه، مدرب وطني بطل ومعاه بطل اخر مدرب مساعد، كابتن طارق محروس المدرب المدير الفني منتخبنا الوطني، ومعاه هاني الفخراني احد نجوم الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني لكره اليد، مدرب مساعد. فاكيد طبعا يعني في روح خياليه بين اللعيبه، يعني حتى يمكن ده ظهر في المباريات الاخيره اللي كانت فيها النتيجه قريبه لحد الثواني الاخيره. يعني بدانا بالفوز على استراليا 44-17، بعدين نيجيريا 47-30، بعد كده بدات المباريات في تصاعد بقى، السويد فزنا 32-22، كوريا الجنوبيه 38-36، الى ان جاءت مباراه الحسم بقى مع فرنسا. كانت فرنسا اتغلبت من السويد ومصر متصدره المجموعه وبنلعب على صداره المجموعه، فالحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا 37-32. بس طبعا مباراه الدور الاول هتكون مختلفه تماما عن مباراه النهارده. يعني بعد كده تاهلنا لدور ال 16، لعبنا صربيا فوزنا 30-29 في الثانيه الاخيره، وده بيؤكد الروح واللياقه البدنيه اللي لعبتنا عامله ازاي، والروح والانتماء. احنا بنلعب لغايه اخر ثانيه، المباراه تعادل وما يأسناش، كملنا واحرزنا الهدف مع الثانيه الاخيره مع صفاره الحكم. ومفيش حاجه اسمها فريق صغير وفريق كبير، خلاص كله بقى ايكوال. يعني حضرتك شايف النتائج عامله ازاي؟ يعني احنا لو شفنا نتائج البطوله كلها عامه، البرتغال بتلعب في قبل النهائي الثاني امام كرواتيا، البرتغال طلعت المانيا وبعدين طلعت سلوفينيا، فيعني الجيل ده بطوله العالم تحت 21 سنه، الجيل ده بيرسم خريطه جديده لكره اليد في العالم
في المستقبل يعني. بيفكرونا ب 93 لو نقدر نقول يا رب. ان شاء الله يعني، يمكن حتى يوم الخميس يوم ما فزنا على صربيا في دور ال 16 وتأهلنا لدور الثمانية، كانت ذكرى كابتن يوم ما فزنا على النرويج وتأهلنا قبل النهائي، كانت ذكرى كابتن جمال شمس شيخ مدربين كرة اليد الله يرحمه، كانت الذكرى الثالثة ليه، ويوميها فزنا وتأهلنا للبطولة، فأهداه كابتن طارق محروس أهدى لروحه الفوز وبيقول له إن تلميذك إن شاء الله يحقق الإنجاز مرة تانية. إحنا كنا خدنا البطولة هنا في مصر في 93، حاولنا في 99 في قطر بس ما قدرناش يعني، وصلنا لأدوار متقدمة بس ما كملناش، لكن إن شاء الله المرة دي يعني في أمل كبير بإذن الله. بإذن الله تعالى. طبعا كل التحية والاحترام والتقدير على القائمين على منتخب شباب اليد، وطبعا كمان خلينا نقول إنه فكرة تسليط الضوء إعلاميا على الإنجازات اللي هم بيحققوها من خلال بطولات عالمية ده شيء مهم جدا، لأنه كمان إلى جانب يعني هم ما شاء الله عندهم ثقة في نفسهم وكمان يعني متدربين كويس، ولكن ثقل أكبر واهتمام أكبر بهذه اللعبة. طبعا تعودنا دايما أن كرة القدم هي الأشهر في العالم كله، ولكن كمان كرة اليد من الرياضات الهامة جدا واللي الحمد لله رب العالمين محققين فيها إنجاز. يعني كرة اليد دائما بتفرض نفسها على الواقع، دايما نتائج كرة اليد هي اللي بتخلي الناس تتابع وتهتم وتجري، لان نتائجهم دايما في تقدم، حتى لما بنقعد فتره ما بنتقدمش لازم بيبقى فيه طفره، في منتخب من المنتخبات لازم يعمل انجاز فيخلي الناس ما تحسش ان في اخفاق في المنتخب الاكبر مثلا. بس خلينا برضو نبقى منصفين شويه ونقول مش كره اليد بس، عندك السباحه فريده عثمان عامله عمايل يعني ما شاء الله ربنا يتبارك. سباحه كاراتيه عندنا، وعندك الشيش وعندك حاجات كتيره جدا، والسكواش شطرنج. احنا في ناس ما بتعرفش ان احنا عندنا منتخب قوي جدا في الشطرنج على فكره. احنا لسه واخدين بطوله افريقيا الاسبوع اللي فات 5 ميداليات ومتاهلين 3 لعيبه وشاب ولاد لكاس العالم سبتمبر اللي جاي، و3 لعيبه بنات لكاس العالم السنه الجايه. صحيح. والسباحه التوقيعيه لسه متاهلين للاولمبياد. وعندنا كمان يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي شغاله بطوله افريقيا للدرجات، وحتى الان احنا متصدرين وعندنا ميداليات كتير، فمش بس كره اليد بس، هي دايما كره اليد في اللعبات الجماعيه بتفرض نفسها بنتائجها على الواقع وعلى الاعلام، وبتخلي الناس تهتم بيها دايما. لكن كمان مش بمنتخب الشباب بس، احنا عندنا الاسبوع الجاي ان شاء الله منتخب الناشئين حاليا بيعسكر في صربيا من اول امبارح، وعنده الاسبوع الجاي هيبتدي كاس عالم للناشئين كمان في مقدونيا باذن الله، وبرده جهاز فني وطني بقياده كابتن مجدي ابو المجد، وبيعاونوا الكونكورد الطائر بتاعنا حسين زكي. الله. طب خليني اسالك سؤال هنا بقى، هل المدير الفني الوطني عنده النو هاو بتاع الزرار اللي يدوس عليه يطلع فيه مفاتيح اللعيب بتاع اللعيب المصري؟ اكيد، لان هو حاسس باحساس الناس دي، هو واحد مننا يعني. كان لابس التيشيرت بتاع المنتخب ده في يوم. ايوه. واحد من الناس دي، عنده الروح، عنده الحساسيه. يمكن في المباراه الاخيره مع النرويج يوم الخميس كان الفرق جول، يعني كان في تعادل، مصر احرزت الهدف، خرج كابتن طارق وقت مستقطع قال لهم احنا دلوقتي نص دقيقه وعندنا منصه تتويج. ما قال لهمش احنا بقى هنتاهل قبل نهائي وممكن نطلع ثالث ولا رابع، قال لهم نص دقيقه ونطلع منصه التتويج، احنا كلنا بنلعب بقلب رجل واحد عشان خاطر مصر، هنعمل ايه؟ دخلنا احرزنا هدف تاني وخلصنا المباراه 29-27 طلعنا للدور اللي بعده. يمكن المباراه النهارده مش هتكون سهله، الناس كلها متخيله ان فرنسا فزنا على فرنسا فرق 5 من اسبوع. فاللي هو المباراه طبيعيه، لا طبعا هيبقى المباراه بالنسبه لهم ساريه، مش سهله. بالنسبه لنا احنا كمان مجهود، احنا لعبنا فرق يعني المباراه بالنسبه لنا كانت تصاعديه. وبعدين المنافسه بيننا وبين فرنسا كمان في اكثر عدد في اكثر الفرق احرازا للاهداف. فرق جون واحد لصالح فرنسا، هم 258 هدف واحنا 257 هدف. فكل ده فارق معاهم في كل حاجه طبعا، وان صورتهم قدام العالم ان هم يتغلبوا مصر مرتين في اسبوع واحد، لان المباراه كانت الاسبوع اللي فات زي النهارده. صحيح. هو طبعا دي كلها ممكن تبقى عناصر ضغط على منتخبنا، ولكنها كمان ممكن تبقى دوافع للتقدم، فان شاء الله باذن الله احنا ناخد الشق الايجابي وهناخدها ان هي دافع ان هم يرفعوا اسم مصر عاليا والعلم بتاعنا يرفرف. هو دافع لمنتخبنا احنا بس، هم كمان هم كمان داخلين المباراه بالنسبه لهم مش فارق كتير، التحدي دايما في اللعبه. هتبقى المباراه فعلا قويه النهارده وجميله، وان شاء الله يعني احنا متوقعين باذن الله ان منتخبنا قدها ان شاء الله. في ريكورد برضو يمكن اتضرب في الفتره اللي فاتت دي، 7 مباريات لفريق غير اوروبي في بطوله عالم، اللي هو يعني مصر، ان هي 7 مباريات بفوز
متتالي. سبع مباريات فوز للمرة من أول مرة من 10 سنين فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في كأس العالم للشباب، لأول مرة من 20 سنة فريق إفريقي يتصدر مجموعته، من 20 سنة كانت مصر في كأس العالم 99 في قطر. فده كله يعني بيدي حافز للولاد جديد، كل يوم كل يوم بيحققوا رقم جديد. أبطالنا يعني عندنا ما شاء الله حارس مرمانا عبد الرحمن طه بينافس على أفضل الحراس في البطولة، صحيح. وعبد الرحمن حمايد كمان، يعني هما الاثنين فرق بينهم بسيط، يعني واحد في المركز 17 والتاني في المركز 20، وفروق بسيطة يعني كل اللي قبل كده يعني فروق بسيطة في التصديات، يعني مش حاجة كبيرة يعني. صحيح. يعني ممكن على آخر البطولة يكون فعلا أفضل حارس البطولة. عندنا محسن رمضان بينافس على الهدافين، 33 هدف حتى الآن. عندنا سيف الدرع، عندنا حازم، عندنا شهاب عبد الله، كلهم ابطال بصراحه، مش عاوزين ننسى حد يعني. احنا خدنا مان اوف ذا ماتش الماتشين اللي فاتوا تقريبا، احنا كل الماتشات الحمد لله الماتشات. كل ماتشاتنا لعيبتنا هي اللي بتاخد مان اوف ذا ماتش، محسن رمضان، حازم، ايهاب، شهاب عبد الله، عبد الرحمن طه فقيدها في ثلاث ماتشات. حاجه مشرفه، حاجه جدا يعني جد يعني جدا جدا. البطوله كمان بتقام في اسبانيا، مدير الفني المنتخب الاول رجال هو اسباني، روبرتو جارسيا باروندو، حاضر البطولة بيتابع البطولة دي تحت 21 سنة. واحنا طبعا عارفين ان مصر هتنظم كاس العالم 2021 بإذن الله. عندنا هنا للرجال، فدول هيكونوا يعني العناصر، معظمهم هيكونوا عناصر مهمة في المنتخب دوت، لان يا دوب هيطعمهم بشوية خبرة، هم دول مستقبل كرة اليد صحيح. المصرية. فهو الراجل كمان يعني كويس ان هو عينه علينا، كان عندنا مدرب قبل كده بيدربنا وبيدرب فرقة في المجر. ايوه دي حقيقة، فكان مشغول بصراحة يعني. صحيح. فكان مشغول، لكن دلوقتي هو المدرب الجديد. هو كان بيدرب فرقه برضو على فكره، وكانوا بيلعبوا بعض في النهائي على فكره. بس دلوقتي هو متفرغ لينا، قاعد هناك مش عشان هو بقى في اجازه دلوقتي، مش لا بيروح يحضر الماتشات بيتابع وعينه على اللعيبه، وان شاء الله يكون منهم عدد كبير، مش بس هو مدرب باريس سان جيرمان موجود، مدربين فرق اسبانيه كتير موجودين احتراف يعني يا رب. بالظبط كده. ففي عين كتير عليهم، فان شاء الله نشوف عقود احتراف كبيره جايه بعد كده. فتحتي موضوع مهم جدا في وسط الكلام، احنا بننظم بطولات عالم دلوقتي، بننظم يعني بطوله افريقيا بسم الله ما شاء الله في اربع شهور عملنا حاجه، عملنا البدعه بصراحه يعني بامانه يعني. عملنا حاجه العالم كله بيتكلم عنها. أيوة. سيبك من حاجه الافتتاح والختام والابهار والجمال والكلام ده كله، انما قدرت تعمل بنيه تحتيه محترمه. العائد على مصر من البطولات دي، كل الرسائل اللي ممكن تطلع من البطولات دي، الرسائل اساسا بدات من الاول الثقه. اول بطوله امم افريقيا يكون فيها 24 فريق في مصر، اول بطوله كاس عالم لكره اليد يرتفع فيها عدد الفرق من 24 ل 32 هي 2021 برضه في مصر. ده دليل على ثقة المنظمات الدولية في مصر وفي تنظيم مصر وفي الترحاب اللي بيلاقيه الناس والجماهير، حتى مش بس الفرق، الجماهير اللي جاية تشجع فرقها من المصريين. ده شيء مشرف جدا، وده يدينا حافز ان احنا يعني القادم هو افضل دايما، وان احنا نشتغل اكتر على البطولات ونستضيف اكتر بطولات اكتر واكتر، لانه ده مش بس بيعود بفايدة على اسم مصر دوليا، كمان بيعود بفايدة على السياحة داخليا. فعلا اكيد يعني كل الفرق اللي جايه دي في ناس جايه تشجعها، في ناس جايه تحضر، في بعض الفرق اصلا، في بعض الفرق ملهاش جمهور، بتشتري جمهور بتدفع له مقابل مادي عشان يجي يشجعها. دي حقيقة. طب اهميه وجود نجوم العالم في السكواش، يعني انا اعرف ان احنا عندنا مثلا ابطالنا بتوع السكواش، لو نزلت مطار هيثرو هتلاقي مثلا رامي عاشور صورته محطوطه في بطوله مش عارف ايه، بطوله انجلترا المفتوحه موجود فيها رامي عاشور البطل العالمي بطل العالم، هتلاقي الحاجات دي ترويج طبعا لينا جامد جدا للعيبه بتاعتنا. اهميه الابطال دولت وتواجدهم عندنا في مصر، وانه يروحوا يتصوروا في الهرم في الاقصر في اسوان في شرم الشيخ، ينزلوا يعملوا سنوركلينج يعني، بس هي صوره محمد صلاح بس في الغردقه قلبت الدنيا. ايوه صح يعني، الصوره دي تنفع معانا جامد جدا فعلا. لاعبتنا كمان بالنسبه للسكواش وكده، دول هم بيروجوا للعبه عشان تدخل الاولمبياد اصلا، لاعبين مصريين لما يكون عندنا خمس لاعبين وخمس لاعبات في العشرة الاوائل، وما شاء الله يعني اربعه من الخمسه، وبعد والخمسه والخامس او الخمسه بيبقوا من الخمسه التانيين في العشرة، يعني احنا اربعه من الخمسه الاوائل بيبقوا مصريين سواء في الولاد او في البنات. كل ده بيعود علينا. كمان بطولات السكواش يمكن فيها حريه اكتر، تعمل في الاهرامات، تعمل في اماكن سياحيه، بتتعمل في حاجات كتير. ترجع تاني للاول بطوله الاهرام، يمكن حتى كره اليد كان في البدايه في اتجاه، لان بطوله العالم بتتعمل في يناير، فكان في اتجاه في الاول اول ما خدنا ملف التنظيم
ان يبقى في صالات في الاقصر واسوان، لكن للاسف ما حصلش ده. اتلعبت الصالات كلها، 3 صالات في القاهره وواحده في اسكندريه، فده صعب. بس ممكن لان عدد الفرق كبير يتم اضافه صالات ثانيه، فنتمنى ان يكون في حاجه في الاقصر في اسوان في التوقيت دوت. هيبقى الجو كويس جدا، لطيف بالنسبه للناس، وهيبقى دعايه جديده حتى، بس مش اماكن ساحليه لا، احنا كمان اماكن اثريه قديمه وحضاريه كبيره. يعني ما نستبعدش ان ده ممكن يحصل باذن الله تعالى. يا ريت. خلينا نرجع ونقول على نقطه مهمه جدا، وهي الاعلام الرياضي. يمكن كنا بنتكلم فيه من شويه انا وحاتم، هل الاعلام الرياضي مقصر في حق اللعبات الجماعيه بعيدا عن كره القدم، وايضا الابطال اللي بيحققوا بطولات فرديه في مجالات مختلفه؟ يمكن دلوقتي افضل شويه من زمان، بس برضو في تقصير. يعني يمكن اللي بيغطي اللعبات الاخرى يعني معدودين على الاصابع وعارفين، والناس عارفينهم، هم ما فيش غيرهم، هم دول بتوع اللعبات الاخرى. لكن وقت ما بيكون في كوره كله بينسى كل حاجه، وكله بيتجه للكوره، مفيش بقى الا المتمسك بمبدا معين، انا ماسك في العابي مش هسيبها حتى في الوقت ده. يعني مثلا في وقت كاس العالم لازم يبقى في توازن في التغطيه، لانه ما ينفعش نغفل المجهود الكبير اللي بيقوم بيه اللاعبين في كافه المجالات بعيدا عن كره القدم. بالظبط بالظبط. يعني مثلا في وقت بطوله افريقيا كان الكل التركيز على كره القدم. في الوقت ده كان منتخب السلاح بيكتسح بطولة أفريقيا. أيوة. منتخب الكاراتيه بيكتسح بطولة أفريقيا. السباحة. منتخب السباحة بيشارك في بطولة عالم. السباحة التوقيعية. السباحة التوقيعية بيتأهل لكأس العالم. منتخب الخماسي بياخد مراكز في بطولة عالم شباب وناشئين. احنا استضفنا كل الناس اللي انت قلت عليهم دول. انا مش بدافع عن مسبيرو، بس بجد لو كنت دي الحقيقة، دي حقيقة على فكرة. النيل الرياضة وبرامجنا في الفضائية المصرية والثانية والأولى، وكمان الإقليميات والإذاعة، كل الناس بتقول بتنوه، بيبقى عليها استضافات، لكن للاسف برضو بيضغى كره القدم، بتضغى غصب عننا. يعني الاهتمام كله بيبقى بكره القدم، هي بياعه. بس فعلا دي مش مجامله، لان انا موجوده هنا، لكن حقيقي فعلا ماسبيرو هو الوحيد اللي بيهتم دلوقتي بالالعاب الثانيه، الا اذا في اخفاق في الكوره، فبتبتدي القنوات الثانيه عشان مش عارفه تتكلم على حاجات ايه، فبتدور وبتدور على النجم اللامع دلوقتي. ما بتسالوه، يعني ما بتدورش هو مش شكله كانت ايه من الاول، كان عنده ايه، عمل ايه، ما عملش ايه. هو خد بطوله دلوقتي، فهو بالنسبه له الانجاز اللحظي هو المهم. يعني الانجاز اللحظي هو المهم، مش التاريخ كله. صحيح. نرجع نقول انه طبعا من خلال برامجنا على شاشه التلفزيون المصري دايما بيبقى فيه توازن في تناول المواضيع، وبيبقى فيه طرح لكافه المجالات، مش بس كره القدم بتبقى موجوده، لكن زي ما حاتم قال كان في تغطيه لكل البطولات وكل الاحداث الرياضيه اللي حضرتك ذكرتيها، وده يدل انه يعني هو ده التوازن في الرساله الاعلاميه، مفيش حاجه بتطغى على حاجه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، واهلا بحضرتك. شكرا، متشكره جدا. دعواتكم يا جماعه النهارده بقى لمنتخبنا باذن الله، ويا رب يوفقه، ونشوف ان شاء الله في الفاينل، ويا رب كمان نحلم بالكاس لا باذن شاء الله. رجاله ورجاله ويقدروا يعملوها. شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره ان شاء الله، وخليك دايما فاكر مصر جميله.